أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في الحديث: ثلاثة تشكو إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: المسجد المهجور، والعالم المهجور، والقرآن المهجور. المسجد المهجور يعني شنو؟ يعني شنو مثلا المسجد مهجور؟ ذهبنا بالليل سألنا وينكم مسجد؟ قالوا فلان مكان مسجد. رحنا مسجد وصيخ وتراب وما في ضوء بالليل إلا ضوء النفطيات القديمة، وصاخ. هذا يوم القيامة يشكو إلى الله سبحانه وتعالى عن الذين كانوا مجاورين له ولم يصلوا فيه، وشكايته تقبل. ولذا الإنسان إذا قرب مسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وسئل عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من جار المسجد؟ قال: من سمع الأذان فهو جار المسجد. إذا مسجدنا إذا يأذن فيه، إلى أين يسمعون الأذان؟ إلى البحر يسمعون الأذان. هذا كله يسمى جار المسجد. هذا المسجد المهجور. والعالم المهجور هو العالم الذي في منطقة ولا يسأل عنه مسائل. أكو هذا الشيء في بعض البلاد وفي بعض الأماكن، عالم لا يسأل عن مسائل أحكام تفسير أخلاق ما أشبه. هذا أيضا يوم القيامة يشكو إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا القرآن المهجور. القرآن المهجور أيضا يشكو إلى الله. المشكلة مشكلة القرآن المهجور. هذا أغلب بيوتنا أكو فيها قرائن ولا تفتح ولا تقرأ طول الشهر. هذا يوم القيامة يأتي ويشتكي من صاحب البيت.